حطم عبد اللطيف وهبي وزير العدل الرقم القياسي في استعداء الجميع انطلاقا من داخل حزبه، هاجم معارضيه من أمثال هشام المهاجري الذي أوقفه عن العمل إلى داخل البرلمان إلى الأحزاب المعارضة، حيث حلق الجدل واستجال بقراراته وتصريحاته المزعجة. ولم يكتفي بذلك، بل باشر عداوته مع المعلمين والمحامين والقضاة ثم جمعيات حماية المال العام. وتعتبر العلاقات الرضائية والإرث والولاية على الأطفال القصار من مواضيعه الأثيرة حاليا، سواء كوزير للعدل أو أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة. لا يهمه الغلاء الذي يقهر المواطن البسيط ولا تغلغل الفساد. هذا هو عبد اللطيف وهبي الذي ضاق به حزبه، الذي لا يقر للقيادات والقواعد بحق المشاركة في إبداء الرأي والتعبير عن الاختلاف. وها هو حزبه يبحث عن بديل له من داخل الكواليس، وتتبرم منه أحزاب الائتلاف الحكومي الذي أو التي أحرجها في الكثير من الأوقات بتصريحاته وقراراته أيضا. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، وإذا كنت لم تشارك في القناة فهذا هو الوقت المناسب لفعل ذلك. مرحبا سيد الوزير. فاش تقول على الملف التطوع أنت تضرب وجود المحاكم؟ فاش يقول لك الوزير أنه واحد الملف لازال معروضا أمام القضاء التطوع، إذا أنت اليوم ما تتعرفش أنه كاينين محاكم في هذه البلاد؟ إذا اليوم مؤسسة القضاء ما كيناش، كنقولوا كفى من الفساد، كفى من الرشوة، نعم ديرت المسؤولية بالمحاسبة. كنقول لوزير العدل المجتمع المدني راه ماشي حيت قصير، راه ماشي حيت قصير. الحكومة ما كتجاوبش، ما كتقولها المقاطعة خايبة، والله المقاطعة مزيانة. كيسبونا الوزارة ديالكم، كيسبوا الشعب المغربي. وقول لي بعدا هذاك الوزير ديالك ديال العدل، واش ما تعرفش تسكتوا واحد شوية؟ نبدأ بالقرار الأخير لمجلس الحكومة الخميس القاضي بتشكيل لجنة تضم كافة الأطراف المعنية تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. لماذا؟ بغية تعميق النقاش حول مشروع قانون العقوبات البديلة، ما يعني أن هذا المشروع الذي طال انتظاره تم سحبه من بين يدي وزير العدل، وهي إشارة واضحة مباشرة لمحاصرة تواجده داخل الحكومة. وكان وهبي يسعى لإتمام المسطرة التشريعية لهذا المشروع، حيث أعلن أنه سيحال على البرلمان في غضون أسبوعين عن طريق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من أجل الإسراع في مناقشته، على اعتبار أنه سيوفر بدائل عديدة للكثير من الإجراءات، ومنها الاعتقال الاحتياطي الذي قد يعوض بالسوار الإلكتروني أو الاعتقال داخل المنزل. بعدما كان قاب قوسين من ضمان المصادقة الحكومية على مشروع القانون الجنائي، نقل هذا المشروع إلى لجنة تضم كافة المتدخلين ويرأسها رئيس الحكومة بمثابة تقليص من صلاحية الوزير. أضيف إلى إبعاده عن ملف المرصبين في مباراة نيل الأهلي لمزاولة مهنة المحاماة، والتي خلقت جدلا كبيرا ودفعت هؤلاء الطلبة إلى الدخول في مرحلة إضراب عن الطعام، التنسيقية الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قالت عن تعليق الإضراب أو قامت بتعليق الإضراب عن الطعام الذي بشره بعض أعضائها بناء على تدخل مؤسسة وسيط المملكة وتعهدها بتبني ملف الراسبين ضحايا الامتحان، وكذا السعي نحو إيجاد حل منصف عادل في ظل نفس شروط امتحان الدولة. قد تكون المشاكل التنظيمية داخل الأصالة والمعاصرة سببا إضافيا دفع قيادة الحزب للبحث عن خليفة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، الذي أدخل هذا الحزب في مواجهات سياسية وإعلامية، وذلك لتفادي أي تصريحات غير معقولة داخل البرلمان أو في اللقاءات المبرمجة معه. فرض المكتب السياسي للحزب حزب الأصالة والمعاصرة على أمينه العام عبد اللطيف وهبي إعداد مداخلات مكتوبة وقراءتها حرفيا من الورقة. وقد سبق للمكتب السياسي والشرطة على وهبي بعد انتخابه أمينا عاما للحزب كتابة كل الخطابات من لدن متخصصين في التواصل
يعملون إلى جانبه، موردة أن خرجات وهبي المثيرة للجدل بدأت تتراجع نسبيا بعد خضوعه لشروط المكتب السياسي، ومع ذلك بقي على حاله. دابا اللي عندي مشكل كيفاش نحول، لأن كلشي متفقين الفقهاء والعلماء كلنا متفقين والملحدين والغير الملحدين، هذا وصف أنا سمعت هذا اليوم، كلهم اتفقوا على أن لدين حقيقة علمية لا يأتيها الباطل لا من ولا من خلفها. إيوا مزيان اش نديروا الناس بلادين في المدرسة دري أنت لدين قلبوا على بوه يبقى المغربي غادي تبين 20 دري وين أماني وين أماني قانون هذا ورفضوا هذا الملف باش ما يبقاش باش كل واحد يتحمل مسؤولية التجارة ما يبقاش الأطفال في الزنقة. لماذا أريد أن أغير مسطرات حالة التلبس في الخيانة الزوجية؟ لأن حينما نجد امرأة ورجل في خيانة زوجية إلى لقيناهم وبغي ندير لهم متابعة ندير لهم متابعة، ولكن علاش هذيك الهاي الله الله وتشويها وكل شيء وعندها ولادها في المدرسة وعنده ولاده في المدرسة والولاد اش داروا مساكن اللي غادي تمشي غدا المدرسة تقول لهم أمك لقاوها وباك لقاوها؟ اقترح أن نجد الأطفال انتحروا ما تكلم عليهم حد بهذا السبب. عزيز باها هي أمها هي أخوتها وكل شيء أخوته هو باه هو مو هو وكل شيء العائلة كتمشي ضحية أنه إحنا ما درناش الإجراءات وفقا للقانون. الخطوة تأتي أو سحب بعض اختصاصاته لتكشف مرة أخرى عن انحصار دور وهبي داخل الحكومة في ظل إطلاق تصريحات مستفزة، ما جعل كثيرين يذهبون إلى أنه يبحث عن البوز والشهرة بدل أن يقوم بواجباته الوزارية دون أن يثير الجدل، خصوصا بعدما هاجم سابقا جمعيات حماية المال العام واتهمها بتقديم شكايات كيدية لابتزاز المسؤولين، وفي حق رؤساء الجماعات من خلال تقديم شكايات كيدية في حقهم إلى النيابة العامة بدون توفر أي دليل حول التهم التي تتضمنها هذه الشكايات. فضح تصريحات وزير العدل التي أكد من خلالها بانه غادي يسعى باش يدخل واحد التعديل في قانون المسطره الجنائيه، هذا التعديل اللي كيمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات للقضاء، شكايات ضد المشتبه تورطهم في اختلاسات وتبديد اموال عموميه، اي اللي كنسميهم حنا في الجمعيه بالمفسدين ولصوص المال العام. هذا التصريح ديال وزير العدل ماشي بريء وتيندرج في اطار التعبير على واحد الجبهة أو لا واحد الجهة اللي كتسعى أنه يبقى الفساد ويستمر وأنه تستفد من الفساد وأنه تستفد من الريع، مقابل واحد الجبهة أخرى اللي ضد الفساد وضد الرشوة وضد نهب المال العام. وحتم أيضا الوزير العدل ورئيس الحزب الأصل والمعاصر الرقم في أكبر عدد من الانتقادات الموجهة والمسجلة ضده على أدائه داخل الحكومة الحالية واستعداء عدد من الجهات والأطراف منها القضاة، بعدما تفجر الخلاف بينه وبين قضاة المغرب بسبب قرارات تعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأول لمباراة الملحقين القضائيين قبل أيام، وهي القرارات الصادرة عن وزير العدل، حيث اعتبر نادي القضاة بالمغرب أن هذا الوزير يتدخل في شؤون السلطة القضائية بعد المراسلات التي وجهتها وزارة العدل لعدد من القضاة تخبرهم فيها بتعيينهم للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأول لمباراة الملحقين القضائيين، متهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمس باستقلالية القضاء، إذ أن الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي ولا شك. لم تكن هذه هي الأولى، بل فشل وهبي في تطويق أزمة المرسبين في مباراة المحاماة، اعتبرها متابعون إضافة في سجل إخفاقاته التدبيرية والذي رافقت شبهات بوجود تلاعبات ومحسوبية، الأمر الذي دفعها للعمل على حل هذا الملف مع رئيس الحكومة بدل تركه بين يدي وزير العدل بعد رفضه إلغاء نتائج الامتحان
وتأتي هذه الوقائع أيضا متزامنة مع الحالات المتكررة التي خرج فيها عبد اللطيف يتحدث بشكل صريح عن شرعنة العلاقات الرضائية والتطبيع قانونا مع الخيانة الزوجية التي أشهرها في وجه المجتمع. الزوجية واتهمت في كثير من الأشياء. وكأن القضايا المهمة والملحة التي تواجه المغاربة في هذه الفترة قد تم الانتهاء منها، وأصبح الهم هو هذا النوع من العلاقات وتوفير الحماية القانونية للمغتصبين والمتورطين في الجرائم الجنسية. هذا هو عبد اللطيف وهبي. من الواضح أن هناك تراكمات لأخطائه تضمن له المغادرة أو مغادرة الحكومة برصيد من عدم الرضا على أدائه، سواء من طرف جزء من الدولة أو المواطنين الذين لمسوا في خرجاته دعوة للفتنة وتعدي على تشريعات ثابتة في التشريع المغربي والفقه المغربي، منها قوانين الإرث. أخيرا، هناك من قال أن وهبي غيره المنصب الوزاري وأصبح منتشيا بمنصب الاستوزار، وما دام لم ينتصر لرجل الدولة وقدم رجل السياسة في علاقاته وتصريحاته وقراراته ولم يعد يسمح لنبض المجتمع أو يسمع لنبض المجتمع ويعاند مزاجيا، فقد حان الوقت لإعادته لموقعه السابق. إلى اللقاء. الناس المعنيين ما تحلش المشكلة على ظهر الناس ما عندهم علاقة مساكن العائلة والأقارب والأبناء وأطفال صغار في المدارس.